مرعمور، ميسي يقول المباراة الماضية جعلتنا نشعر بالهدوء، فوزنا على المكسيك جعلنا نشعر بالهدوء، وذهبنا إلى المباراة اليوم بهدف واحد وهو تحقيق الفوز من أجل التأهل. هنا تشوف مثل ما يقال بالفرنسية لا ديفيرونس ديسبري، يعني المنتخب البولندي 4 نقاط دخل باش يدافع، بينما الأرجنتين ربما كان قادر يحوس على التعادل اللي كان قادر يكفيه، لكن ميسي يقول لك دخلنا نحوسوا على الفوز. تصريح آخر لليونيل ميسي يقول فيه: غضبت بعد تضييع ركلة الجزاء، لكن الفريق لعب بشكل أفضل بعد الخطأ الذي تسببت به. كنا نعلم أنه بمجرد تسجيل الهدف الأول ستتغير المباراة تماما. طبيعة الحال مبني كل شيء قاله صحيح. قبل مقابلة الأرجنتين السعودية كنا نشوفوا بلي الأرجنتين راح تفوز 3 مقابلات تقريبا، يعني 90% راح تأهل بـ9 نقاط. تأهل بـ9 نقاط منضم لي هذا حصل رغم الكبوة هذيك الأولى ضد المنتخب السعودي، ولكن مقابلتين في أعلى مستوى، خاصة المقابلة هذه ضد المنافس الثاني والمنافس ولا المتأهل الثاني في المجموعة ضد بولونيا، يعني تقريبا أقوى واحد مولا الأرجنتين. شوف كيفاش طريقة اللعب، شوف كيفاش المنتخب البولوني وين لعب تقريبا في 30 متر تاعو. نضم لي هذا من قوة المنتخب الأرجنتيني. لعب مقابلة اللي فات ضد المكسيك، أدى مقابلة رائعة جدا من ناحية تكتيكية، حتى فنيا كان أعلى 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 من المنتخب المكسيكي. في المقابلة هذه شفنا كيف نفس الشيء. برك نعود للحالة تكتيكية ذكرها فارس، لو جو تاع ألفاريس ما لعبش أنا فون سونتر كيما يلعب مارتينيز، كان سولو كوتي غوش مع ميسي كما نطاكم فونتون. بصح كي يخرج ميسي باش يدير لا ديرنيير باس ولا يحبي يلعب، سي ألفاريس كي بلونج في الكوتي في لا بروفوندور مع لي دو اكسيون تاع لا بولون. اون بليس كي تكون سي لو كوتي دروا ولا كوتي غوش، شفنا ان تروازيام اتاكون ابار ميسي والفاريس اللي كان يغامر في الهجوم اللي هو ماكاليستير، اللي كان اشاك فوا يروح. ونضم لي الهدف الاول اللي سجلوه كان ماكاليستير كمهاجم صريح، دوره اللي يقوم به افضل. نضم لي هذه الامور التكتيكيه جابت بزاف افضليه وجابت بزاف ايجابيات للمنتخب الارجنتيني مقارنه ممكن في المقابله الاولى اللي مع السعودية ما لقاوش الكثير من الحلول، ولكن ماكاليستير يضيف حلول هجومية ممتازة بوجود ألفاريس على الجهة اليسرى، بوجود لوتارو مارتينيز. نضم بلي المساحة تحت الضيق أكثر، ما يخليش المساحة لماكاليستير أنه يجي من البعيد، لأنه يلعب بقلب هجوم ثابت مقارنة بألفاريس. ما في المقابلة هذه لازم يحتاج أنا بارك الله فيك، بديت كم واحد يدخل لازم له أنا أعطاكم فونتوم باش يقدر يقل المساحة هذيك اللي مولفي يستغلها لوتارو مارتينيز. نعم، شكرا وليد. من المنتخب الأرجنتيني اليوم من اللاعب الذي ربما بعيدا عن ميسي ألفاريز، من اللاعب اللي اعجبك اليوم في المنتخب الارجنتيني اكثر؟ انا ميسي هو اللي كان، لا خلينا ميسي نتحدث عن اللاعبين الاخرين يعني تكتيكيا. لو كنت تشوف لو شفت المباراه تشوف ميسي هو اللي تجي من عنده دوك لي بال اللي كانوا يقتلوا الدفاع، اللي كان يلقى حلول هو اللي كان يلعبهم. بعد ماكاليستير لو كان يلقى كرات من تجي من عند الكي بلاير ليونيل ميسي، هو اللي كان مفتاح اللعب. ربما لاعب اخر وليد قدم مباراة في المستوى هو أنزو فرنانداز. أنزو فرنانداز فارسلوش في أنزو فرنانداز في تقريبا 79 دقيقة لعبها، أسيست 91% كرة في الأرجل مضمونة، ربح 5 مواجهات أرضية 5-5 وكذلك استعاد 5 كرات. لما نقارنوا أنزو فرنانداز في المباراة الماضية دخل كاحتياطي جاب الإضافة في المباراة الأولى نفس الشيء.